وللمزيد معنا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. بعد التحية، يعني يوم به الكثير من الإنجازات والفخر، يعني لو تحدثنا تحديدا عن دبلوماسية الصحة في مصر، فكرة مبادرات الصحة العامة التي تم تطبيقها حوالي 14 مبادرة من أجل الوصول إلى مواطن مصري معافى. في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. احنا النهاردة طبعا يوم بنستكمل فيه مسيرة الأيام الجميلة، اليومين اللي فاتوا امبارح وأول والنهاردة، مسيرة بيحكي فيها يتم فيها حكاية الوطن، ما تم خلال هذه الفترة السنوات الماضية من إنجازات على أرض الواقع داخل الدولة المصرية. احنا لو جينا بصينا قبل 2013 و2013 هنجد ان الدولة كانت في حالة انهيار تام، كان في البنية التحتية كلها منهارة، كان في مفيش احتياطي نقدي داخل الدولة المصرية، ازمات في كل الدولة المصرية. بالنسبة للمجال الصحي كان في اهمال شديد جدا في الصحة للمواطن المصري، يعني احنا نتذكر ان كانت مصر رقم واحد في على مستوى العالم في فيروس سي، قدرت الدولة انها تدخل وتقتحم بداية من عام 2014، وكان في استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة 2030 والوصول بالمواطن المصري لأعلى درجة من الكفاءة، لأعلى درجة من تقديم الخدمات. الدولة تقدم له أعلى خدمات من أجل أنه يكون عنده صحة سليمة، من أجل أن يتم توفير العلاج ويتم توفير الدواء للمواطن المصري. لهذا السبب تم علاج فيروس سي، كانت دي البداية، علاج فيروس سي لجميع المصابين داخل الدولة المصرية بالكامل. وخلال أيام زي ما قال وزير الصحة هتطلع الشهادة الدولية أن مصر خالية من فيروس سي، وده في حد ذاته إعجاز من الدولة المصرية. ليه؟ لأن ده علاج تم على نطاق الدولة لجميع المواطنين. ثم بعد ذلك المبادرة العظيمة اللي هي 100 مليون صحة في عام 2014، أيضا 100 مليون صحة دي اللي لفت جميع أنحاء الجمهورية للكشف عن الأمراض، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة زي الضغط زي السكر زي السمنة، والكشف عن جميع المواطنين وتحويل المواطنين المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتقديم لهم العلاج. ثم بعد ذلك بقى العديد من المبادرات، السرطان الثدي للسيدات، ثم بعد ذلك السمع للأطفال، ثم 100 مليون صحة، 100 يوم صحة اللي هي بتجوب جميع المحافظات المصرية للكشف عن صحة المواطنين. كل ده في إطار اهتمام الدولة بالمواطن المصري، اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري. على الجانب الآخر تم إنشاء العديد من المستشفيات، يعني وصل عدد المستشفيات في الدولة المصرية في الوقت الحالي إلى 750 مستشفى بتقدم خدماتها للمواطنين بجانب طبعا المستشفيات الخاصة، وتم افتتاحها. في المشروع الأكبر اللي هو التأمين الصحي للمواطنين، واحنا شفنا المرحلة الأولى اللي بدأت في هذا الإطار في عدد من المحافظات. كل ده بتقدمه الدولة من أجل أن يكون المواطن سليم بدنيا، سليم صحيا. وفي كمان الانشاء طبعا مصانع الادويه، مجمع الادويه اللي موجود اللي تم افتتاحه وتقديم الخدمات للمواطنين، وشفنا حتى وقت ازمه كورونا والخدمات اللي قدمتها الدوله المصريه للمواطنين وتقديم جميع اللقاحات للمواطنين بالكامل، مش المواطنين بس، ده المواطنين والمقيمين على اراضي الدوله المصريه كلهم تلقوا اللقاحات وتم توفيرها وتم أيضا تصنيعها داخل مصر. إذا تقديم خدمات صحية للمواطنين، بتسعى الدولة إلى أنها تقدم الأفضل كمان. لكن فيما حدث خلال السنوات الماضية من عام 2014 لغاية دلوقتي هنجد أنها بالفعل خدمات مميزة جدا للمواطن المصري، خدمات بتسعى إلى تقديم
خدمة صحية جيدة للمواطن وأيضا متخصصة للمواطن، زيادة نسبة كمان العلاج على نفقة الدولة، ده بقى فيه زيادة كبيرة، القضاء على قوائم الانتظار، احنا كان للأسف الشديد قوائم الانتظار دي لإجراء العمليات الجراحية اللي هي المستعصية، كانت قوائم الانتظار المريض بيقعد سنة أو سنتين ويمكن ما يلحقش يعمل العملية، لكن تم القضاء على قوائم الانتظار بالكامل، ما بقاش في حاجة اسمها قوائم انتظار في مصر في الوقت الحالي. إنشاء أيضا الشيء المهم إنشاء مستشفيات مستوصفات في القرى والريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، إنشاء المستوصفات في الريف المصري في كل قرى الريف المصري لتقديم أيضا العلاج الأولي للمواطنين اللي في هذه القرى، وده كان شيء يعني ما كانش موجود داخل الدولة المصرية خلال العقود الماضية بالكامل، إذا فيه اهتمام بالمواطن المصري منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014، الهدف الأول للدولة المصرية بالفعل. هو المواطن المصري. بالفعل كان هناك الكثير من الخدمات التي قدمت للنهضة بصحة المواطن المصري. أشكرك الأستاذ جمال عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام.